والأصل عدم الرياء. الأصل أن الإنسان المسلم غير مرائي، هذا هو الأصل. الرياء أمر طارئ، ما يجوز الإنسان يشك بنفسه، أنا مرائي أو غير مرائي. لا، أنت غير مرائي. المرائي يتقصد الرياء، يذهب إلى الرياء، يشتري الرياء، يبذل لأجل الرياء. ما في رياء غصب، ما في مرائي غصب عليه أبدا. الأصل عدم الرياء، الأصل أنك تريد الله وأنك تشجع الناس، هذا ليس برياء. الشيطان يريد أن الإنسان يترك العمل بحجة أنه كأنه رياء. وإذاك يقول فضيل بن عياض: العمل لأجل الناس نفاق، وترك العمل لأجل الناس رياء. فكما أنك لا تعمل لأجل الناس، لا تترك لأجل الناس. والأصل عدم الرياء، الأصل أنك مسلم غير مرائي. المرائي إنسان يدور الرياء، يدور السمعة، يدور الشوفة، لا يضحك عليك الشيطان.